الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضي الله عنه قال وحجر أبو هريرة قال رسول الله رسول الله وحيد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إلهي با وحيد أعتد لعبادي أعددت عن ديالي لعبادي أدومي صالحين ووناسا ما لا عين رأت الوحين والقيد أرق ولا أذن سمع دقنا إسمغل ولا خطر أنقص ودعون على قلب بشر قلب بن آدم أنقص ودعون وابن آدم صورين كرم معها جنة وحي إلهي دحد ذو الغيب واقرؤوا أغنية إن شئتم هداء دون إنسان فلا تعلم نفس ما أخفي الله من قرة أعين فلا تعلم نفس نفمؤه ما أخفي الله وحى له قريه من قرة أعين إل وحي فقبو ستاو وحى النعملة إلهي وقري أي نفس قرة لنقوان يتهدى ومركا يعرقته وحبك بؤه قبول إلهي هذا وحبك بؤه لكي هذا هو يفرح به متفق عليه. وعنه وعلى قوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة جماعة مدوه الرئيس يدخلون الجنة جنة قلي على صورة القمر ضيح صورة بليه ليلة البدر أبين أفرية من هذا الجو ضيح أبين كأفرية بنك ووفتين بديه وقرف بديه تاسو كلي وإفايان ويقو دن نور ويوجيقو ثم الذين يلونهم كو كحيق وقيبت اللبادة كحيقتو على أشد كوكب حدك مثل أبو درم ويكاسو دري إفاية في السماء السمدن كإفاية إلا أتر حق نور كي إفتين كوي جماعة اللبادة سلا ويهو حدك آت كأقروح ذا بدن إفتين كبدن السمدن دين عكم إذا كم مغلو ساتي يوجين لا يبولون مكة جيان تدك أهل الجنة ولا يتقوضون مكة حرون أيان وحمس قلوا مباهن أيان ولا يعني يطفلون عن روح مطفيان ولا يمتخذون مخاخون يانو خاخم ملك وحفظ الله ضي وحك إيمان يمدنا مبل جنة وحدوي وأمشادهم شلدوا دو الذهب ذهبوي والرشحهم ديدت كودونا المسك مسك ويسيد مسك وأسود جيا ومجامرهم إذا كودونا الألوة عود الهندوي آي عود طيب ويكبدل ألوة هذا لكبدل أي الألوة ويعود طيب ديبك يعني وعود ديب ديبك عود كيسي ويهو إذا كنفتي سابع يسكت جيو أتلا نفتي سابع عود كسم يسوي عود جيو أزواجهم هوان كوضع الحور العين وتبدعت عدو إنه وأوين وقرح بدن على خلق رجل واحد ذكى أهل الجنة أن من كرج أهل الجنة الجنة الجو هل لنا صورة يسوع كلي ليه إن يأمر كيسي بالو أبوه على صورة أبيه مادم أبود آدم سورة يسيب إليه ستون ذراعا حاليا لحدن ردن في السماء حق يعني ذررك في السماء ذررك يعني حق السماد وقعه يقول ليه لحدن ردن بوليه قفل أركب على سورة آدم بكو إيمان متفق عليه. وفي رواية للبخاري ومسلم آنيتهم ويلشهد فيها في الجنة الذهب ذهبوي والرشحهم ديد كودون المسك مسكوي عدرك آتك أودك بدساس وقالوا ديدك ودوس أودكيا ولكل واحد مثل عركوه منهم رجع إلى الجنة كمدة زوجة تاني لبنا قوت بولية لبا حاس بولية وأكوه أدوية لكن كوه حرعين تأنت ويكبديه من العركوة الدواسن يلبنا قوت بقباب لي مالك لبدا لبدا يعني وأكوه أدوية لبدا يعني الدواسن كنا وحرعين تي وجنة الوابورين آية ولكل واحد من الأركو منه إلى الجنة كم زوجة تاني لبحث بوليه يرى الأركي مخ سوقهما
suuqooda ama xooggooda waa la arkayaa ruuxiisiibaa min waraa'i laxmi hilibka gadaashiisa laga arkayaa min alxusni min ajli alxusn qurux darteeda gabdhahaas yacni quruxdoodu halkaa markay taagtaagan yihiin ruuxoodaa bannaanka laga arkayaa sidii dhaladii oo kaley u muuqanayaanoo waxa gudaha ku jiro dhan halkaa laga daalacanaya waa quruxde qurux wey gurigan gebigiisa da haduu wada muraayado yahay oo waxa gudaha ku jira banaanka laga arkaya qofka gudaha ku jirana banaanka wixii taagan uu arkayo waa quruxun iyo diino sooma saasoo kale weeye gabdhuhu dhuuxoodii baa banaankan ka muuqdo oo quruxdooda waa la yaabaysaa wa yacni gabdhaha jannada lagu abuuray ee xuruciinta la yidhaahdee qur-aanku uu ka warramay diinadooda iyo quruxdooda ya mid ayada ka mid a waxaa la yidhi banaanka xuruciinta hadday banaanka saa ugu soo bixi lahayd adduunyada tan qoraxda dhan iftiinkeeda dhan way qari lahayd ay hadday yacni candhuuf yar saa badda ugu soo tuftana badda intaa arkay leedo dhanaanka badan macaan bay isu nugeli macaankeedo waayahay marxaba masarkay baalka yare madaxa ay ku wataan madaxa saa ay u saarayaan yaa adduunyada iyo waxa dhexdeeda yaallo dhanba ka kheyr badan marxa gabdhahaas iyaga ehe xuruciinta la yidhaahdo kuwa adduunyada ehe markay jannada galaan kadibay ka qurux badnaanayaan baa lii kuwan adduunyada joogo hadday jannada la geliyo kuwaas way kasii qurux badnaanayaan maxaa yeele iyagu yacni cibaado iyo mashaqay soo mareenoo kuwaa jannadaaba lagu abuuray iyagu wax dhiba mayna arag laakiin kuwan ilaahay bay soo caabudeen oo takaaliif bay soo guteen waa la bedelayaa khalqigood ina anshanahuna inshaan fajacalnaahuna abkaaran baa ilaahay yidhi hadda waan bedelaynaayo abuur hor laan u celinaynaa dadka kulligiiba soddon iyo saddex sano wada jiraa wax duqoobayaa ma jiro marka gabdhihii hadday markay aday adduunyada ku gabowday ku weynaata kolay gabar yar baa laga dhigayaayo markaasaa quruxdeeda taa xurcintaa kasii daraysa la khtilaafa baynahum wax khilaafa dhexdooda ma ahaanin gabdhaha ehlu jannada walaa tabaaquda cara wax la yidhaahdana ma jirto masayr iyo waxay isku xumaanaya iyo wax isku khilaafayo isku qayleeya midna ma jiraan khilaaf ma yaalla meeshaas madaba ogaba yacni ehelo kale iyo xaasas kale ninku inuu leeyahay maba ka warantaba waa iszawjkeedaas sida ay u jeceshahay yacni waxaan iyada ahaynba inuu jira kama waranto jannadaasay ku nimcaydanaysaa waxba mawra waa caro la yidhaha ma jirto quluubuhum dadka quluubtoodu qalbun waaxidin hal qofa qalbigii oo kale wey yay wada leeyihiin kulligood yusabbixuuna allaha ilaahay bay u tasbiixsanayaan bukratan iyo wacashiya gelin hore iyo gelin dambabo ilaahay bay u tasbiixsanayaan qowluhu calaa khalqi rajulin uu yidhi rawaahu bacduhum bifadxi lkhaa'i bay ku wariyeen waiskaari laami oo calaa khalqi la yidhaahdo hal nina abuurkiisa oo kaley leeyihiin wa bacduhumna bilamihimaa calaa khuluqi rajulin waaxidin hal nina dabeecadii bay leeyihiin wa kilaahumaa saxiix labada macnaba waa isku midda waa saxiix hal dabeecay leeyihiin ama hal siha loo abuuray haddii la yidhaahdo yacni wax khilaafa malaha uun waxne malaha wey dadka ee jannada jooga wa wacan ilmuqiirata bini shucbata waxaa laga wariyey radia allahu canhu can rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nabigu sa'ala muusa nabi muuse sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu weydiiyey rabbahu rabbigii wuxuu su'aalay maa adnaa ahli ljannati manzila ilaahayow ahlu jannaha midka ugu daraja yar inaad ii sheegtaan doonayaabu maa adnaa ahlu ljanna ahlu jannaha midka ugu hooseeya manzilatan xagga darajada qaala wuxuu yidhi ilaahay huwa rajulu nin weeye yaji'u imaanaya bacda maa yacni maa udkila ahlu ljanna ahlu jannihii markii la geliyey aljannata jannada markii la geliyey bacdigeeda waa ninkii ugu dambeeyey ee jannada gelaya nin imaanayo wey markii ahlu jannaha jannada la wada geliyo fayuqaalu lahu waxaa loo dhihi udkul iljanna orod jannada gal fayaquulu wuxuu dhihi ay rabbi yaa rabbi rabbigayow kayfa seen u gelayaa jannada waqad nasala annaasu walxaal qad nasala annaasu dadkii ay degeen oo manaasilahum manaasishoodii wey nin walba gurigiisii buu degan iyo xaafadiisii meelba ima bannaanoo dee dadka anaa ugu dambeeyey anu waan habsaamaya inteen gelaya saasuu leeyay waa buuxdaa jannadii wa akhaduu way qaateen akhadaatihim nin walba nasiibkiisii buu qaatay fayuqaalu lahu markaasaa waxaa loo odhanayaa atardaa ma raalli noqonaysaa raalli ma ku tahay an yakuuna laka inuu kuu sugnaado mislu waayahay mulki malikin nin boqora mulkigiisi oo kale oo min muluki dunyaa ka mid nin adduunyada xukumayay dowlad idil nin haysto inta uu xukumayo dowladda waddankaasay ku fadhido dhan oo hadee nooc kastaba ka samaysan intaasoo kale raalli ma ku tahay lagu siiyo yaa
هل دولتي انت كفرد فهي غالي ما قطع الوسي مرحبا هذا يقول يعني وضمه ويكلوا وين هنا وضمها قاربا دي ادوين سوما دول دولتي مشكلاتي فهي مرك انت اصوك الغالي ما قطع فيقول وحولي يا رضيت ربي يا ربي ربك يا الهي يا غالبا انت هذا ما نقول لها وانكت لنا يقول بدنا عنه ريهي الهي يا غالبا فيقول الهي وحولي هذا لك منك أبقر كي أدوية للجوغو فيقول إلهي وحولي هاي لك وحاقوصنا لذلك كاس منك أبقر كي أدوية للجوغو إنتو لهاي وكلاس لذا ومثله 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 بإلهي أفر قرب الوعد أفر قرب فيقول في الخامسة مركز ناد وحولي رضيت ربي إلهي وغالبانا من بقر انتو حكومة افرلاب كذا واشن قربة لسول الله الهي غالبان فيقول الهي وحولي هذا لك وعشرة امثال انت يعني وهي انك ادوية وحكومة بقر كدولة داس او يعني شن قربة لله انت ايضا تمنلاب كذا لك تمنلاب كذا اياد لذا هاي قالوا ولك وحاك لو لذا مجتهد نفسك نفس هذا وح الله وحي جعلات ولدت عينك إشهادنا يكون راحيسة فيقول وحوده رضيت وغال نغل ربي يا ربي ربي غير وهي قال وحو يرنمي موسى ربي يا ربي ربي غير فأعلاه منزلة وكي أقدر جيراتها هدو يا هاي كي أقدر جوينانا يا كي أقدر جوينانا بل يقورنا الجناء أقدر جوين قال وحو يري إلهي أولئك قواسو الذين كوي ويأردت أن دوني وكوي أنو أن دوني هاي هاي إلهي مركو أدونك الدونو يا وحو أتقر رالي كي ينبو آلي يا قمن يا سوما وكرر رالي نغو إلهي بكرر أولئك قواسو الذين كوي ويأردت كوي أنو أن دوني يعني أنو أن كرر رالي نغو هاي كو غرست وان تلالي بو إلهي لي وان أبو ري كرامتهم كرامته دي بيدي بقدرتي بانكو أبو وختمت عليها وان ختمي فلم ترى عين الميسى ناري ولم تسمع عدون دقنا ميسى مقال ولم يخدر على قلب بشر قلب ابن آدم كما تدعوني فأوح لسينا يزي وحلق شاكين كرهما أيوه رواه مسلم حديث كايوه مسلم باوري وعن ابن مسعود وعلى قوري رضي الله عنه قال قال رسول الله رسولك الله وحيد صلى الله عليه وسلم إني أنه الله أعلم وحانوك هاي آخر أهل النار أهل النار كمتك أهودن بي خروجا سوى بعثان منها نار تلقى سوى يو آخر أهل الجنة أهل الجنة متك أهودن بي دخولا قلتان وعلى جنة الجنة لقى واسمنينون إنك أهودن بي نار تلقى سوى بحي جنة أهودن بي وقلي رجولا نيوه يخرج من النار نار تلقى سوى بحي يحبه قرقورة نار تلقى سوى بي فيقول الله عز وجل إلهي بأوحيه الله يلو نينك إذا أبتك فادخل الجنة جنة قال فيأتيها وتقيا فيقيل إليه وحال موسينا يعنها أيض من لا أين يبوحد فيقول حدي يا رب رب غيو وجدتها وانها لجنة من لا أيض يبوحد من لك إستاقى وملك فيقول الله عز وجل إله وحلي إذهبتك وفادخل الجنة ورغر الجنة قال فيأتيها وتقيا فيقيل إليه وحال موسينا يعنها من لا أين يبوحد فيرجع وصانقهم فيقول حدي يا رب وجدتها جنة وحنكوه قال من لا أين يتأمد بوحده فيقول الله عز وجل اذهب تقوى فادخل الجنة وارأرد جنة قال فإن لك وحاقوصك نالي مثل الدنيا الدنيا وكلية وعشرة أمثالي تولاب كذا وعشرة أمثالها الدنيا هي تولاب كذا عدلالها هي أولا جنة قال بالي أو إن لك وحاقوصك نالي مثل عشرة أمثالي الدنيا الدنيا وكلية تولاب كذا عدلالها هي أولا قال جنة فيقول وحولي هي أتسخر به إله يو ما يوجد جيسا أو تضحك به ما يقص ليسا وأنت الملك يا أدي هو ملك يعني أنت تبه اللي يكلي أدي أنت ما به اللي كرر يعني سوى تقول لي دوي لو أنت هايو قال قف إني أدوين طب الله كذا وكلا الله سيو ورينا يا أبو مرحى ورينا هاي قال وحو يري أبو هريرة وحو يري قال وحو يري عبد الله بن مسعود فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك أصدق وقسلم حتى بدد نواجده إلى أن جوسه سأرق نبي فقال وحو إلى أي ظاهرين ومغذان فقال النبي قسل في سموصات بأبدنا
marmar wuxuu la yaabo u arkay buu marmar yuu nabigu xoolaha qosli jiray wey oo micihiisa ama gawsihiisa la arki jiray fa kaana wuxuu aa yaquulu mid yidhahda nabigu dalika kaasu adnaa ahli jannati ahli jannaha midka ugu yara weeye mandilatan xagga darajada mutafaqun caleyh وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للمؤمن قفك مؤمن كوحاوسكنا في الجنه جنه دهل لخيمه تندو تندو هي جنبل اد وين بوليا ومن لؤلؤه جوهر لغا سمي واحده او كليه مجوفه او غري او قلل بي كسميسنت هي تندده وين سدا لو تاغي الخيري وي او قلل بي كسميسنت هي وضولها دركيدو في السماء حق كر هدي لو راحه سمد يا ستونا ميلن وقال لي إذا ميلوي للمؤمن مؤمنك وحا أصوك مالي فيها فيك إذا أهلون أهل بوكولي حاسس فرب بدن بأود دكار وإسكا ورمي دي إنتا سوقنا البكاء كوبان تايو فلا دي أوي كالقوقوانو أهدوك لددوان وأهد واحد يعني وهي إسكا ورقمو بأنهي يضوف عليهم المؤمن قفل مؤمنك أكو طوافيو وفلا يرى بعضهم بعض الإسمان أبوه إسمار كاو أما إسكا ما ورمان إهلك ما شاهد دكار إسكا ما ورمانو markaas kul badina u dawaafay ay kulba qayb u adeey mutafaqun alayh almil waxa way 6000 dirac ay 600 yaa 6000 oo dhun weeye meel halka meel ay marka waa 6000 meel bay leeftay baasha wa nabi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam qaal inna fil jannati jannada dhexdeeda waxa ku yaala shajaratan geed yasiru raqibu ninka saaran al-jawada faraska dheereey المضمرة يعني مضمر كأهل البقلة عليه السريعة وليو تقدق بدن آذو داريو مئة سنة بقل سنة وكسعون يا ما يقدعوها قيس كهوز كيسنا مقوينك يعني الجواز المضمر وحالي لذا فرضها انتي مركونا لعيليو آذ يعني عمتد اللو قدق علي النفقه ذا مركي هيرب كودو آذ زائد ونقضو يا حوضا عمتد اللقاء يرين يا إلا أسبوع وكالأمتوين بريبا الله باهين يا وحير وحير بالسين يا markaas oo asaga dhan saab uu isugu soo loogmayay intuu xaloosh iyo biyo badnaa iyo wixii ku jira ka baxayo wax yar oo bog laalan buu noqonayaa hilibkiina iyo tagaadina way ka muuqataa oo deesaas yaani aad buu markii hore u cayilay markaas xoogaa biyo lagu yareeyay iyo raajinkii markaas uu bog dhuubtay way markaa lagu tartamayo in la orosiyo la doonayaa sida la yeelay fardaha la bog laalay baa leeyahay al-mudammar markaa faraska aad loo dheereey hada waqtiga ayaga wixii jiray fardaha baa u dheereen jiray markaas oo ma hadda yaani baabuur sana daan qaanu aad u dheereeyo na haday boqol sano ku socdaan ma goyn karaan geedgaas ya faraskaasa ku soconaya 100 sano ma yaqdacuha mana goyn kara mutafaqun alayh warawahu fi sahihayn warawayahu way wariyeen muslim iyo bukhari fi sahihayn ay la nimid riwayat abi hurayra radiyallahu anhu qaal yasiru raqib wa ku soconaya fi dhillaha 100 sano la yaqdacuha mana goyn kara وعنه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة أهل جنوب لا يتراؤون ويسأركيان لا يتراؤون ويستسنيان ويستسيان أهل الغرف ذاتك يعني غرفوين كسارة من فوقهم كركون يسكتسنيان أرقى الجنة لكو جيران ذاتبا وحال أركيان دمغي دير دير غرفوين دير بساريين مركا سيستسيان كما تراؤون كما تتراؤون سادي ستسيسان والكوكب حدقة الدرية إفايو الغابرة موغضة في الأفق جهادة ومن المشرق أو المغرب الفق حد كان موغضة إفايو كلا ودين عاقرة حد أرد على أمد دين عاقرة صوبة حدو ودي حد كان موسيقى اللي يسود سوى حد قاس لي هذا افتين كبدا ساسو كلا إهل الجنو قاركو قاركة اللي يسود سوى ساسة أكلا كريا ولتفاضل ما بينهم وحا أرد حياة أكلا فساسي أدر جوينهم وعمل كسيسي لوكلا عبادة بدنا الدنيا حياة المحياة لك سيادة رسوس عدين سجنة فضلك إلهي بالغو قلا جنة عمل لكم قلا فضلك إلهي يا رحمة إلهي بالغو قلا مر الله مركي جنة الله قلا سيدك أكل عمل بدنائن أكل عبادة بدنائن بي أكل درجوين مركة جنة تحدد عمل كمركة ودرجات جنة تحدد لهم بالغو فايدة موي أسوي جنة لكم قلا عمل فضلك إلهي بالغو قلا جنة قالوا وحيد هذه نصحات يا رسول الله تلك منازل الأنبياء ساسو حنوم لنا وأنبياء من دل دودي لا يبلغها غيره وحكله قارك رمال نجد نجد تلمام يسو انبياء ذا امبياء ذاك يسان ومال قال وحي النبي بلا إني قاري إني نقاري نسكا ودافي والذي معبود بانكو رازي نصي نفسه بيده رجال رقوي ورجال أي منازل رجال رق منازل شود وي آمنوا بالله إلهي رمي وصدقوا المرسلين المرسلين تنا رمي الرعي رق بعد رجال قاري مؤمنين متفق عليه
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس قال سد اللبدي لقاب في الجنة أهذا يا خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب لقاب قوس قال سد مركي سأل الله صلى الله عليه وسلم لبدي إذا جيس بقابين كليدا مركي لبدي إذا جيس مركي قال سد سأل الله حلو أو لسكو صلى الله عليه وسلم جيس كأي جيس كمكة لفقه ويسدوا ذا أنا حرقا ماشا حرقا بقن كي قال سد كل حلن halka laga saaray gamoonka dabada loo saaray iyo meesha dabarka ay qaansadu ka laabantahay qaab qowskana halkaana waa lagu tilmaamay mid kasta waxa noqotay wax kala fog ma qaansada labadeeda qaab la qaab qowsino fil jannati ahade ya khayrun mimma tadluu alayhi shamsu aw taghrub adduyadan oo dhan wax qoraxdu u soo baxaysa ma u dhacayso ya ka khayr badan inta kale ka qayb mutafaqun alayh adduyada laga daba walanay ay ina wareedisay ay qiimaheedu waa inta وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه جنه دخلها وحا اهل سوق السوق سوق ما كيا الجنه ياتونها دك وايمان يا اهل الجنه وايمان يا كل جمعه اسبوع الاركم مر بايمان اسبوع الاركم مال بيسو ايمان يا فتهب وماشى قال لسو ايمان او لسو زياره يا يا لو ودا شيكسن يا لو كلم يا دو سوق وين لسو ايمان فتهب وحاقو طبنا يتمرك سوق اسوي مادان ريح الشمالي ريح للريح الشمالي ذا ياقو طبلا فتحصو وهي في وجوههم وجهه ذي قو طبنا يسأي وثيابهم قرقو فيزدادون مركاتي وحي زياسان يان حسنا وناقي وجمالا قرح سوق مركي جوغين طبيل يرو الهي قطل قلال اصوى ذلي ام باصلا ام رئيسو برقو ذي وجهسا ام رئيس بلن كوليو مركاتي قرح قرح لوذين با قرح كلاو درمالي فيرجعون الى اهليهم مركاس حاسسكود اسو نوقنيا ايلكودي ما وا قبيح ورعينتا اي قبدي كلا اهل الجنه هي كجري قيمدها كجري تدوين غريها اي كما سو بخيان كوي باي كولابنيا والحال قد زادوا اي بياسدين وحسنا اي وجمالا ايو قرخدا اي وخودي سدا كو اوغايين بما فيقول لهم اهلهم حاسسكود ما وهي اوليهين والله با كو دارنه لقد استتم وزياستين حسنا اي وجمالا hada islaani ku ogeyn ma waxaan qurux amhaysay waxaan udugayo waxa idin ka soo kacayo maxay maxaan noogkiin dambay fa yaquluna ragina markaas waxay leeyihiin wa antum idinkana wallahi baan ku dhaaranay laqad istatum wa ziyadatan ba'dana kadashan husna iyo jamal amur dambaa miya leedin cili waan misaalin kuma noogeyn wa bakasi darteen mar alla markuu gurigiisa inda u soo galiyo wax gurigi uu ku jiray iyo gabadhi meesha fadhida maba kala garanayo waxan baa indhihiis la wareegay muraayada iyo waxa la gudoo gudoo meesha soo amel rido lagu dala galay adoonku qaayatan rido abu raali noqonayo ilaahay ehelkeeda naga dhigo rawaahu muslim xadiid kale ma muslim baa waxan sahal waxa laga wariyay bin sa'd radiyallahu anhu anna rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam qaal inna ahla aljannah dadka ahlu jannaha la yataraawna alghuraf wa yastusayaan yaani guriyaha dheer oo dabaqyaha fil janna كما تتراؤون سائسوت السان والكوكب في السماء حدك سمودا كم بغزات يقولون اوكل كريان متفق عليه سا اوكل كريان واسي اوكل عمل بدناين سي اوكل عمل بدناين على انك قرانك يقانه وها كسرت يعني حديث صحيحه مركي او جنات قالوا ان لليه ارقى قرب لليه طبق دير با وها لليه سلانك مركو سا او استاغ درنجرد على ارقى واقرا القران انت درنجرد كو استاغ القرانك بلو وترتل كما ترتل في الدنيا ساد ادويه ترتيب او اخر جزئ قران كترتيب واخر بالي فان منزلتك منزله عند اخر ايه تقراها ماشي القران كو دمهيسه وي غريغا وي سمحاده ما القران لو دمه واحد ما هو واحد ما نينك مره نينبا هلكا دغيه من هلكا لو كليتو دغيه سا هو كلا كريين لكن من قلبي ساي كو جيرتو ارادي ميل هوسات جوقتا ماشي عافيه كو غيين لا مجد نين والبا منزلك او جوغو غالب نغني وحيو ليه انك صلاة والالك اياك انا مثلا هذا اياك انا يقول ليه جنده وان ميل لغو غالب نغني انا ايه ميل حوغا عيل لغو قبو او اياك عرم مثلا وان لقاء قولي كرر يا عبه سمتك واحد ايه غالب اللغو نغني لكن والاك درجوي وعنه وحال لقاء وري عن سهل وحال لقاء وري رضي الله عنه قال وحوري شهيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم nabiga ayaan la joogay buur majlis majlisan baan haadiray buuri wasafa fihi uu ku sifeynayaa aljanna hatta intaha ila uu nabigu dhammaystiray sifadii jannadu intuu tilmaamay waa halkii dhameeyay suma qaala wuxuu yiri fiya aakhir xadiithi fiya jannada fiigeeda waxaa ku sugan
hadalka duubidiisa yani hadalka jannada markii la tilmaamo si kastaba loo tilmaamay hadalku yani wax lagu soo gabagabeeyaa jiray mooyse uuna dhaafayni waa duuduubkiisa waxa weeye uun ma laacaynu raad il waxayna weligeed arag walaa udunu samica degna aysan maqal walaa qadara calaa qalbi bashar uma qaraa nabigu u aqriyey tatajafa junuubuhum can almadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wadamacan wamima razaqnaahum yunfiquun falaa taclamu nafsu ma ukfiya lahum min qurati acyun jazaa'an bima kaanuu yacmaluun ayaasuu marka nabigu aqriyey رواه البخاري وحديث كاوري وعن ابي سعيد وحلق وري وابي هريره رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي النبي اذا دخل اهل الجنه في الجنه اهل الجنه مركه الجنه قالان ينادي مناد ما دواق مخول ليه ان الله كون وحي ان سكن ان تحيوا ان نولاتان او ولا تموتوا ابدا ولين دمن ما يسال اهل الجنه بلرت تاكو بشاره وحد كعبت الموت ما هو درن الموت ولين دمن ما يسال وإن لكم عيين سكن هذه أن تصحوا إن تفيوباتان فلا تسخنوا أبدا ولين جرين مثال مال ير لقا قبل ماي كون كون جب ير قود عماي أنت أجن الجب آية وإن لكم عيين سكن هذه أن تصحوا إن سباب نقطان بل ير أمر وإن لكم عيين سكن هذه أن تصحوا إن ضل يراتان فلا تهرموا أدنى دقوب نبدا ولين وإن لكم عيين سكن هذه أن تنعموا إن أد نعمي ستان فلا تباسوا أدنان باسيسان أبدا ولقين أدنان باسيسانو وحباسي نباتا عيسان إذن هليلين بويلو رواه حديث كاو حوري مسلم إمام مسلم باسيسان سكوري أحمد نفس الدسن أبو وريالي وحانا حديث كاكو سبان بالغير اختلاف نعيم أهل اختلاف نعيم الجنة نعمة جنة خلاف سنان تيدي بالغير عما في الدنيا دنيا دلحظة ويحو كسوغانو من نعيم نعمة خلاف سنان تيدي بالغير وكوم وقال الإمام النووي معناه وحكو خلاف سنة إبالي اختلاف نعيم الجنة جنة نعمة خلاف سنة هذه عما في الدنيا دنيا لحظة وحكو سبنا من نعيم نعمة في أنه لا خوف عبسي فيه نصنهان نعمة جنة هي كو خلاف سنة من التبدل بدل مذا والتحول أمسا وليقيد أو الانقضاء أمسا قيد أو المرض أو الهرمي أمسا شرئي الدقوبي ديو وكو بينما نعيم الدنيا لا يدوم وكو يعتريه وكا آلام وأسقام أي سودرين أيام بالي وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة وحلق وليي صحابي قال إلى هذا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسولك سؤال إلى يدي إن أدنى مقعد أحدكم إن أدنى مقعدي أحدكم مدى دين كيدن كم مدى مكان فلقي سكوه سيوم من الجنة جنة حق إذا كأهضي أن يقول وإن وجل هذا له إساقه أن يقول وإن ربي وجل هذا له إساقه تمنى وحيد الديل إن وجل هذا ويبر إن أدنى مقعدي أحدكم مدى دين كيدن كم مدى مكان فلقي سكوه سيوم من الجنة مقعد كاسو من الجنة جنة حق إذا كأهضي أن يقول ربي وإن وجل هذا له أحد كاس تمنى وحيد الديل بل وحيون هيد الديلون قلبك كو قبو فيتمنى مركاسو هيد الديلنا يا ويتمنى بو هيد الديلنا يا بيروي واكو هيد الديل كسيبو سي كردنا يا فيقول رب سبحانه وتعالى وحو كل يهي له أحد كاس وحو كل يهي هل تمنيت مياد هيد الديلتي تمنى ويتمنى وحاسان ربا إلهي إله وحاسان ربا أدونا دوسكة وريه وحي أمالين يبينان وحا وإلي كم مضم جلل يوم وحبوش أكساقنا يا فيقول له إلهي وحولي هل تمنيت فيقول حولي نعم إلهي ما هي إلهي وحاسي 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 انت أسوى دمان دولي انت أسدان هلوى بس به بابا تقلوي فيقول له إلهي وحولي فإن لك ما تمنيت إن الله انت أسيقتي والوسي الله أسكاله ومثله معه إلا من الله وقدر هاي سرى لمتي نعم هاي رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله إله عز وجل يقول حولي لأهل الجنة أهل الجنة إله وحوضها يا أهل الجنة يا أهل الجنة إله بأرض واقع فيقول وحيلا لبيك ربنا وسعديك لبيك وأنك أجيبني ربنا يا ربنا ربك أنه وسعديك إجابة بعد إجابة إسعادا بعد إسعاد يعني لبيك يا سعديك اسم معنى أموي يعني إجابة بعد إجابة وأنك أجيبني مر لأرك أجيب هذا الزيار مايو والخير خير ودن في يديك وهذا خير ودن هذه وما عندك وايد فيقول إلهي وحولي هل رضيت ورمراد النقطة جنة النعمة إذا هدي اللي ينسي بأريه قل قل لي إيو أرورت خدمين يسي إيو قبليه حروعين تهاي إيو سريره يجوذري إسكو سارنا إيو
وحال الله نفتي ندون هذه اللي نصير غالي من نقطين ذات الليل فيقولون وحيدها يا وما لنا لا نرضى يا ربنا وما لنا محان وسقنا ذو لا نرضى أن الله هذا نقنين يا ربنا والحال قد عديتنا عن نسيسي ما لم تعدي وحادة سيني أحد أحد من خلقي خلقها كمل وخلقي قال أحد كمل آل سيني بعض النسيسي وجنة ونقوة ريجيسي يا وحال وحي النعمة ودحيا لي محان أرالي نقوين وارالي نقن إلهي فيقول إلهي وحولي ألا أعطيكم ورميدن سيا أفضل من ذلك وحاسد هذا يستطيع وحكفت بالميدن سيا أو ما يستطاني فحكفت بالميدن سيا داس إلهي كله فيقولون وحيليهم وأي شيء أفضل من ذلك ووحن حتى أن كتلنا إلهي وحكفت بالنوام ما وحكفت بالنبا بجلو فيقول إلهي وحولي أحل وأن دجنيا عليكم دشين خدواني ردهي قام كد جنيا وفلا أسقط حرون ما عليكم دشين بعده رداها بعدك أبدا ولقى مرضى ميدين عرومة ما شاء الله بركة صوحي هرون نبوح نقونا يا لعب صغير وحن وحبب أهين مركي رداها إلهي لا أركب أما النظرة إلهي إلهي سبحانه وتعالى وكشفه وسكت علي مركاتي أركي يا رهل جنة جنة هي النعمة هي الراحة هي نبوح نقونا يا وحن وحبب أهين سلاء وذي ندك ونأسنا أهل خير كي هذا بأذوية يكون نور عبادة إلهي ومعينية مالفي عنك قاري تقوض إياه استقامة مالفي عنك قاري إلهي وحي ورسدان في الدين سي ورسدان جنة ويدي سام جنة نفسه هذا هو حلولة يهي ومخلوق وحل ويدي سام مخلوق ويهي هذا نفسه حتى أتبا جنة إلهي عابد يسو إلهي غير كيبات وحد قلبي أقوى يسمه وإلهي غير فرك إلهي أمبس إلهي أركتدي سي يرده يسو أمبس وحكا ويمجر رضا إلهي متفق عليه عديد كمسلم خارب وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا وعان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر النبي وفيري الى القمر قمر ضيح اغي ليله البدر هبل افر يتمنى ساو اغي وقال وحي النبي انكم انكم سترون ربكم ربك ان بل اركيسان عيانا في الظاهر هذا اركيسان الك الب للعيان الك الب لله واركيس واحد كحجاب يمجر كما ترون ساد اركيسان هذا القمر ضيحا طيحان هذا واحد إنك قرنا يا مجرى ما يقول تاسو قال الله واركيسا لا تضامون ليذن عريدي ما في رؤيته في رؤية رؤية الله إله رؤية ديسا ليذن كو عريدي ما أما لا تضامون وآيش كشكين ميسان في رؤية رؤية الله أي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وإله وجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقر أكبر نصوص أفراد بدن القرآن كي حديث أقصى أروري وإن إلهي لأركي سبحانه وتعالى قيامها متفق عليه الدنيا أمان إلهي لقو أركي الدنيا وحكو أركي وحاجر أمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني النبي محمد هين هدو قشة الدنيا إلهي بان عيان كو أركي والزندق دين تكبحي وكا والله السنة مجروا وهي مرحبا وعن سهيب وحال لقوري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة أهل الجنة مركي قلان الجنة جنة مركي قلان يقول الله إلهي بوحولي تبارك وتعالى تريدون أتريدون مدون إنسان شيئا شيء شيء أزيدكم عن الدين زيادة وحان الدين زيادة مرتان مدون إنسان فيقولون وحيدها يان ألم تبيض وجوهنا إلهي وجهك أنك سوما العدين ألم تدخلنا الجنة إلهي وجنة سوما ماذا قلل وتنجينا من النار إله النار سوى النجمة البدبادل فيكشف الحجاب حجابك إلهي كقاضية فما أعضوه لما بسيني شيئا شيء شيء أحب إليهم حقه ذلو قجع البنية من النظر فيرو إلى ربهم ربي قضي في ريو وحيارو طويه المامي رواه مسلم أي مركي إلهي أركان وحيارونا كويه المامي قال الله تعالى إلهي وحيري إن الذين كوا آمنوا مؤمنين تأو عملوا صالحا عملك وناسنة مي يهديهم ربهم بإيمانهم يا إلهي كهنونين يا تجري من تحتهم وسطه وحص عنيس الأنهار وبيال في جنات النعيم نعمة جبيرها لحال كسوين جنويك دعواهم بريضه فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله إلهي بامهدر الذي هدانا لهذا لوهنونية إسلام وما كنا لنهتدي ما أن هنونين لولا أن هدانا الله إلهي هدوسنا هنونين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف مؤلف كتابك الهاوحي رحمه الله تعالى، فرقت منه كتابك وان دم يبر يوم الاثنين مالك اثنين الرابعة شهر رمضان بشهر رمضان أي أفرتها سنة 70 و600 أي سنة 70 و600 ليه بقول يتضواتا مركة الهجرة بدمشق مقالة دمشق اللي إلال سوريا ذكر شام الكاسو شاكو كسو مال فاشا سوكو تعميل بالي والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.